في أكثر من طريقة ليعرف الواحد معلومات عن المشاهير. حلو حلو، انت طلعتي مرته. انا مبسوط كتير. تعالي معي، روحي من هون، ما حدا يقرب. بعد ايدك عفوة، اتركيني. يلا عم اقول لك اتركيني. شو راسك حكي؟ خليكي تاخذيها بعد عني. شو بدك تعملي فيها؟ اتركوها. بس هي ما اذتكم باي شيء. انا امتى قلت انها اذتنا باي شيء؟ هي بالحقيقة رح تفيدنا كتير. شو رح يعمل؟ بدأت الشرطة بالعملية ولا أحد يعرف إذا كان الأمر سينجح. ماهندرا سينغ وأنيرو، لم تتمكن الشرطة من الدخول إلى المصرف، فشلت عمليتهم وقاموا بالانسحاب. علمنا أن عملية السطو قد تم التخطيط لها منذ عدة أشهر. آسف سيدي، كنت مفكر أنه رح نسيطر على الوضع، بس هن طلعوا عم يراقبوا كل خطواتنا. حضرة المحقق، اعتذارك هاد ما رح يفيد بشي. الوضع طلع عن السيطرة، بلشت تجيني اتصالات كتير، والمسؤول كمان اتصل فيني. أنا شو بدي أقول له؟ أنت لازم هلأ تدير بالك على شغلتين مهمين. أول شي لازم تنتبه كتير منيح إنه ما حدا من المحتجزين ينأذى تحت أي ظرف. وتاني شي، هذا البنك هو بنك معروف كتير، كبار رجال الأعمال والمشاهير في إلهم حسابات فيه، وإذا رح تنجح عملية السطو رح تكون هي أكبر بهدلة لسلك الشرطة. عم تفهم؟ بتصور إنه العصابة عم تحاول أنا ما بيفرق معي شو أنت بتتصور، أنت بس اعمل اللازم.